الله يحييكم جميع. ودائما وأبدا معانا ضيوف مميزين، وأكيد ضيفنا اليوم مميز وهو غالي علي شخصيا، لكن بغض النظر عن العلاقة الشخصية، لكن هو معروف في الساحة الفنية وصاحب جماهيرية عالية. رحبوا معي بالفنان القدير محمد الزيلعي. حياك الله. يا هلا يا هلا. أرحب. وين الناس؟ أرحب أرحب. وين؟ هلا هلا. والله يا أخي الام بي سي مشكورين إنهم قدروا يطلعونك. فين كنت يا أخي؟ موجود والله يا فهد حبيبي. طيب حياك الله. الله يسلمك. يا هلا وسهلا. حياك الله معانا وكل عام وانت بخير. الله يحييك يا حبيبنا. سلام. الله يسلمك. وشرفتنا في. عليكم بالخير. شرفتنا في ليالي المملكة يا محمد. الله يشرف مقدارك يا حبيبي ويخليك. الله يسعدك يا حبيبنا. حبيب قلبي. ما تبغى تقول كلمة للمشاهدين ذا ولا بخير. تبغى ايش كل عام وانت بخير. قول كلمة. بس قول كلمة. قول كلمة. انا جايك اليوم والله ولا اوريك. الله يستر. الله يستر. كل عام وانت بخير، صحة وسلامة وعشر مبارك عليكم، عساكم من عواده ان شاء الله يا رب. عليك فهد وعليك سارة وعلى الجمهور وعلى المشاهدين يا حبيبي. الله يسعدك يا حبيبنا وشرفتنا حبيبي. والله نبدا بالاسئلة على طول. دردش شوي اصحاب واصدقاء. انا دردشت معاه في الخيمه وكان فيه شد وجذب وعتب، وهذا اللي نبيه على الشاشه. حاولت اني افرغ العتب هناك علشان لا نجي على الهواء، لانه الهواء مشكله. لا بالعكس. مشكلة. انا ما ابغى ابين كل مره قاسيه، يعني هالمره خليها على فهد يقدر يمون ويسال. ما يحتاج. محمد حبيب. من الفنانين المميزين. اول شيء شرفتنا والله. الله يشرفك. وعسى الله يحييك يا حبيبنا. مرحبا بك دائما وابدا. الله يخليك. المكان مكانك وال على قولهم الشاشة يعني شاشتك. شاشتك حبيبي. أكيد أنت طلعت من خلال هذه الشاشة الأول. أيه. ما دام أنه تكلمنا عن هذه الشاشة الرائعة، أنت أول ظهور لك كان من خلال البرنامج، من خلال برنامج ألبوم على إم بي سي. تكلمنا عن التجربة هذه وإحساسك فيها صراحة، وردة الفعل بعد ما طلعت يعني، واختلفت جمهور وشغل. أكيد لها نكهة خاصة. شوف تجربتي الأولى يعني في برنامج ألبوم على إم بي سي كانت تجربة جدا ناجحة، يعني اختصرت لي أشياء مرة كثيرة. مشوار الألف ميل اختصرت لي مشوار يعني مرة أكيد. كثير تمام. طبعا الشاشة الأولى في الوطن العربي أكيد. أكيد. تمام. ف يعني كانت تجربة جدا حلوة مع الفنانين اللي أمس عليهم، عبد الفتاح كريني الله وأصيل هميم ومن عمارشة كل الفنانين اللي كانوا موجودين معنا ما شاء الله. البرنامج صحيح.